مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار المحلية من تلفزيون دولة الكويت نبدأها بأهم العناوين. سمو رئيس الحرس الوطني يدعو ضباط الجنود لخدمة البلاد ورفع شأنها في ظل قيادتها الحكيمة. مرحبا ترحب تنترقى سلود واضية وطيبة من جودها مرحبا ترحب تنوي بلا قيود والنفوس الطيبة مقصودها مرحبا ترحب مثل الورود من بساتين تفوح ورودها ومرحبا ترحب دايم تزود يوم جود الناس من ما جودها ومرحبا ترحب ترقى سلود من كرمها ما تضيق حدودها من كرمها ما تضيق حدودها